بالجهاز الفني من ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى ان هو يجهز علي لطفي الحارس البديل عشان يشارك اساسي في مباريات النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه دي في ظل اصابه محمد الشناوي بفيروس كورونا وخضوعه لعزل طبي. طبعا بعد رجوع الفريق من المغرب صباح يوم الثلاثاء اللي فات، وبيستعد النادي الاهلي ان هو يواجه المصري بورسعيدي في السلوم يوم الاحد 12 يونيو الجاري في استاد الاهلي والسلام ضمن منافسات دور عفوا المصري سلوم في كاس مصر ضمن منافسات دور ال 32 لبطوله كاس مصر 2021-2022. وبيخشى الجهاز الفني استمرار اصابه الشناوي لفتره في ظل خوض الفريق للعديد من المباريات الحاسمه من بطوله الدوري ممتاز، وده طبعا كمان في كاس مصر في النسختين الحاليه والماضيه واللي لم تنتهي حتى الان. نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معنا.